هنتكلم عن استاد نادي الاهلي، استاد السلام. زي ما احنا عارفين نادي الاهلي افتتح الاستاد من يومين بالتحديد، افتتح الاستاد في احتفاليه كبيره حضرها السيد وزير الشباب والرياضه، واتكلم عن ان التطوير الكبير اللي اتعمل في الاستاد ما كانش موجود او يعتبر الاول من نوعه في مصر، او الاول نادي في مصر يقدر ان هو يعمل التطوير ده بالتعاون مع شركة السادات، الشركة الوطنية الأولى من نوعها في مصر اللي بتهتم بالاستادات أو المسؤولة عن تطوير الاستادات أو إدارة الاستادات الكرة في مصر. زي ما سيادة الوزير قال إن في حاجات كتيرة ابتدت إنها تظهر في الفترة الأخيرة، الأندية ابتدت تتكلم عن مواضيع زي الإنشاء الاستادات أو النظام المالي للدفع ان هو يقدر ان هو يشتري استاد او يقدر ان هو يبني استاد خاص بالنادي. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي بيفكر من فترة كبيرة جدا، والقصة دي مصر كلها عارفها، ان النادي الاهلي بيفكر ان هو يبني استاد خاص بيه، ونادي الزمالك بالتالي بيفكر ان هو يبني استاد خاص بيه هو كمان، وفي اندية كتيرة منهم نادي المصري، وفي اندية زي النادي الاسماعيلي بيفكر في تطوير استاد اسماعيلية عن طريق النادي عشان يصبح يليق باسم نادي الاسماعيلي او بجماهير نادي الاسماعيلي. لكن بالنسبة لاستاد النادي الاهلي، استاد النادي الاهلي تم التطوير عليه بشكل كبير جدا. زي ما احنا عارفين استاد السلام تم انشاؤه سنة 2009 عشان يحتضن بطولة كاس العالم للشباب، وشاهد افتتاح البطولة لو قدرتوا ان انتوا تخشوا عن طريق الانترنت وتدوروا على افتتاح بطولة كاس العالم للشباب سنة 2009 هتلاقوها موجودة في استاد السلام، وكانت بشكل مبهر جدا، وحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق جوزيف بلاتر، واشاد بان الاستاد في الوقت الحالي كان هو افضل استاد في قارة افريقيا من ناحية الانشاءات ومن ناحية الاعمارة ومن ناحية التجهيزات والتكنولوجيا المتواجدة فيه. ولكن من 2009 لحد سنة 2020 طبعا التجهيزات اللي كانت موجودة في استاد السلام اصبحت تجهيزات قديمة او محتاجة انها يتعمل عليها تطويرات تانية، وده اللي النادي الاهلي ابتدى ان هو يعمله. ولكن النادي الاهلي لما فكر ان هو يطور على استاد السلام بعد ما اخذ حق انتفاع الاستاد لمدة 25 عام، او زي ما اعلن النادي الاهلي ان هو اخذ حق الانتفاع النادي او الاستاد لمدة 25 عام، ابتدى النادي الاهلي يطور على الاستاد مع التعاون مع شركة استادات ومع الراعي الرسمي للنادي الاهلي شركة وي، على ان الاستاد يكون فيه تجهيزات مماثلة للتجهيزات المتواجدة في الملاعب العالمية عشان يقدر ان هو يليق باسم النادي الاهلي او بجماهير النادي الاهلي. كمان في نظام كان متعامل به في كاس العالم اللي فات في 2018 في روسيا زي ما احنا عارفين، اللي هو نظام الشاشات الناقلة البث المباشر في ممرات الاستاد اللي بتتيح للجماهير اللي مش هتقدر انها تشوف المباريات من المدرجات، بتقدر انها تنزل للممرات عشان تشوف المباراة بشكل مباشر او ببث مباشر من خلال الشاشات العرض المتواجدة في الممرات المتواجدة داخل الاستاد، وبرضو يقدروا يعيشوا الاجواء، هتاف الجماهير، اجواء المباراة من موقع الحدث من الاستاد بشكل ثلاثي الابعاد، ودي تعتبر زي خدمة اضافية او خدمة مجسمة للجماهير، الجماهير تقدر انها تشاهد من خلالها المباريات بشكل افضل لو الجماهير مش هتقدر تشوف المدرجات او مش هتقدر تشوف المباراة من خلال تواجدها في المدرجات. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي لما خد استاد السلام اول هذا العام او بنهاية العام الماضي عام 2019 اعلن ان هو اخد مع الاستاد، اخد الاستاد استاد السلام ومجمع الملاعب الخاص باستاد السلام وفرع الاقصر او نادي الاقصر الرياضي عشان ينشئ فيه او يسميه على اسم النادي الاهلي فرع للنادي الاهلي في مدينة الاقصر، ويعتبر هو اول فرع لنادي مصري في منطقة الصعيد او في الجنوب. النادي الاهلي في الوقت ده ابتدى ان هو يعلن ايضا عن ان هو خد الحمام، حمام السباحة بتاع المعلمين، حمام السباحة المعلمين المتواجد في نادي الجزيرة او في مركز شباب الجزيرة بجانب النادي الاهلي في مقره الاصلي في الجزيرة، ده كله لمدة 25 سنة. لكن في الفترة الاخيرة وقبل افتتاح الاستاد بالتحديد تم اعلان ان كل المنشآت اللي النادي الاهلي تحدث عنها هي فعلا حق انتفاع لمدة 25 عام، ولكن الاستاد حق انتفاع لمدة 9 سنوات
فقط، وده اشترطوا النادي الاهلي عشان في خلال التسع سنوات يكون قدر ان هو يبني استاد خاص بالنادي الاهلي بيحمل هوية النادي الاهلي ويكون مملوك بنسبة 100% للنادي الاهلي. في نفس التوقيت النادي الاهلي اعلن من خلال الكابتن محمود الخطيب اثناء الافتتاح ان النادي الاهلي الافتتاح اللي حصل ده وان استاد السلام مش هيخلي المجلس الادارة الحالي للنادي الاهلي ان هو يبعد او يبتعد عن فكرة انشاء استاد خاص بالنادي الاهلي، وان قصة الاستاد مطروحة زي ما هي، وان النادي الاهلي بيناقش عملية بناء الاستاد مع جهات كتيرة جدا منها جهات داخل الدولة عشان خاطر الانشاء يكون على اعلى مستوى ويكون شيء يليق باسم مصر وباسم النادي الاهلي وبتاريخ وبطولات وجماهير النادي الاهلي. بكده يكون النادي الاهلي حصل على استاد يقدر ان هو يلعب عليه مبارياته الافريقية والمحلية، زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي في الفترة الاخيرة او في السنوات الاخيرة كان بيضطر ان هو عشان يلعب مبارياته الافريقية كان بيسافر لاستاد برج العرب في اسكندرية عشان يقدر ان هو يلعب المباريات بتاعته خصوصا المباريات الافريقية. وفي مباريات الدوري كان بيتنقل ما بين استاد السلام وما بين استاد بتروسبورت، واوقات كان بيكون موجود في مباريات على استاد القاهرة، يعني حسب جاهزية الاستاد بيكون المباريات. لكن في الوقت الحالي النادي الاهلي بعد حصوله على حق انتفاع استاد السلام هيقدر يلعب مبارياته في الدوري والمباريات الافريقية حتى المباريات المهمة على استاد السلام. وفي نفس السياق اعلن مسؤولين من النادي الاهلي ان تم الاتفاق وتم التوصل ان هتكون مباراة الوداد القادمة في نص نهائي دوري ابطال افريقيا هتكون على استاد النادي الاهلي السلام، وهتكون بكامل التجهيزات وهتكون هي تعتبر الافتتاح الرسمي للاستاد، لان كل التقنيات التكنولوجية اللي النادي الاهلي طبقها على تطوير الاستاد هتظهر في المباراة دي للمشاهدين، والمشاهدين هيقدروا يشوفوا الاستاد بشكل افضل من اللي هو متواجد عليه في الوقت الحالي. وده هنشوف منه النهاردة او هنشوف بعض التجهيزات اللي تمت في انشاءات الاستاد او في تطوير الاستاد في مباراة النادي الاهلي والانتاج الحربي النهاردة. وبخصوص قصة انتاج الحربي، ان الانتاج الحربي شريك مع النادي الاهلي في الاستاد، الاستاد ملك لوزارة الانتاج الحربي، وبالتالي اشترطت وزارة الانتاج الحربي على النادي الاهلي ان يكون الاستاد متاح لنادي الانتاج الحربي في حالة قيام نادي الانتاج الحربي بخوض مباريات او بخوض تدريبات على الاستاد. فبالتالي النادي الاهلي هيكون ليه حق الانتفاع للاستاد السلام او بصفته ان هو تابع لوزارة الانتاج الحربي، ولكن الحق الاصيل في امتلاك الاستاد هيكون لنادي الانتاج الحربي، واي مباراة تتعارض مع مباراة خاصة بالانتاج الحربي اذا كان النادي هيلعب مباراة افريقية على الاستاد او مباراة في الدوري ولكن بتتعارض مع مباراة هيلعبها نادي الانتاج الحربي، في الوقت ده يبتدي النادي الاهلي ينسق مع وزارة الانتاج الحربي ويبتدي ينسق مع شركة استادات ومع نادي الانتاج الحربي حسب البنود المتواجدة في العقد، وبالتالي بيقدر النادي الاهلي ان هو يلعب المباراة بتاعته على استاد السلام الاهلي، ويعني حق الانتفاع بتاع النادي الاهلي بيسمح له ان هو يلعب مبارياته كاملة في الدوري وفي بطولة افريقيا على الاستاد تحت شعار النادي الاهلي. وكده يكون قصة الاستاد، قصة استاد النادي الاهلي عرفناها بكل تفاصيلها، ازاي النادي الاهلي حصل على حق الانتفاع وهيكون ايه النظام ما بينه وما بين نادي الانتاج الحربي. هنبتدي نتكلم عن ايه هي التجهيزات او ايه هي الامكانيات اللي هتكون متواجدة في النادي الاهلي في استاد النادي الاهلي، وايه هو التطوير وايه هي السعة الاستيعابية وايه هي التقنيات المتواجدة في الاستاد